اللي بعده. فكيت السحر والعمل اللي كانوا معمولين لك من الفنانه ولا لا؟ كانوا موقفين لك حالك. فكيتي السحر اللي كان معمول لك من فنانة ولا لأ؟ يعني ده حقيقي؟ طبعا وعرفتي ازاي؟ كان عندي بجيلي حساسية في وشي، ولا يمكن اعرف احط ميك اب. يعني لو حطيت ميك اب كأن في دبابيس بتشكشك في وشي وجسمي بعدين كله. اول ما احط ان شاء الله اي تاتش من ميك اب. ألف سلام عليك يا جميل. طيب، فأنا يعني طبعا كل الدكاترة هنا ما عندكيش حاجة، ما عندكيش حاجة. خدت بعضي وسافرت باريس وشوفين تحاليل وحاجات، ما عندكيش حاجة فعلا. اي يعني قعدت يجي سنة ما اقدرش اقف بس قدام ما حكيتليش الكاميرا. بقى اهم حته، يعني انت تابعتي بقى ازاي؟ رحتي لحد شفتي قال لك والله ايه؟ واحدة صاحبتي جابت لي شيخ يعني في البيت وكده، وقال لي فعلا ان في حاجة، ويعني وخلاص. والحمد لله بعديها بشوية يعني انا كنت او انا اصلا ماليش في يعني الشيخ قال لك فعلا معمول لك عمل؟ انا اصلا والله العظيم وحياة ربنا انا ولا يجي في بالي حاجة زي ما كده، بتعتقديش ممكن، ما بعتقدش ما وما بتفكريش في بصدقش القصص وما دي. فكرش وما يجيش على بالي. ولكن لما انا خلاص يعني طبيا ما فيش حاجة عندي مرضية معينة، بدأت أستمع بقى وارمي ودني للي بيقول لي طب كذا. والعمل قال لك معمول لك ازاي؟ قال لي ان انا ما اقدرش احط ميك اب يعني على وشي، ده الشيخ يعني بتاع يجي شبراخيت لي ولا نزلة السمان؟ لا ولا ده ولا ده. بجد؟ انا ما رحتش الشيخ هو اللي طب جالي. منهم من الحتة دي؟ لا ما اعرفش. ما تعرفيش. لا بس ما يا شيخ اعرفش. الحارة بقى طلعت منك دي. لا 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 ده انا عارفه باسمه، وانا عارف مين اللي عامل لها العمل. شيخ الحارة لم نفسك بسمع انا هقوم واسيبك خليه يمشي. حاضر.